السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف ازاي نحصل على منح من خلال الذكاء الاصطناعي. ممكن نسأله مباشرة: أريد الحصول على منحة بكندا أو استراليا، يعني المكان اللي انت عايز تروحه في مجال الهندسة المعمارية، أعطني معلومات عن الجامعات، أفضل الجامعات. هيقول لي بقى أفضل جامعة مثلا، تورنيتو والكلية والحاجات دي كلها. طيب ممكن بقى نسأله. الفكرة إن أنت متقفش، يعني بقى يعني مش خلاص خدت المعلومة وسكت، لأ كمل معايا، يعني كأنه مثلا مسؤول هناك فأنت عايز معلومات أكتر. ما هي الشروط للقبول هناك؟ بيقول لك بقى شهادة الثانوية العامة، المعدل التراكمي، المتطلبات اللغوية، مرجع الطلبات، واداني الموقع الرسمي لكلية الكلية هيت، بحيث ان انت لو عايز تدخل فيه. ممكن تسأله في ايه تاني؟ كيف احضر نفسي؟ طبعا تحضر نفسك ازاي؟ ان انت تعمل الحاجات ديت لهذه الجامعة، بس انا عشان اخد منه معلومات اكتر. بيقول لك كتابة بيان شخصي قوي، تعزيز مهارات اللغة الإنجليزية، خطابات التوصية وهكذا. ممكن لو في أي حاجة بقى مش واضحة ممكن تقول له أريد موقع الجامعة، موقع الجامعة، راح مديني موقع الجامعة وموقع الكلية، تدوس عليهم يفتح لك الموقع وتقدر أنت تدخل تشوف المعلومات اللي انت عايزها، فهيوفر لك وقت كتير جدا. تقدر ان انت اكتب لي خطاب توصية لي، قول له بقى انا حاصل على ماستر في الباب مثلا، يبدأ يكتب لك خطاب التوصية ويقول له اكتبها لي بالانجليزي، فيكتب لك بالانجليزي. تمام، كل عليك بقى ان انت الحاجات اللي بين اقواس دي تكتبها حاجة مناسبة ليك وتبعتها له بعد كده ان شاء الله.